بعد أن خاض 12 منتخباً منافسات بطولة غرب آسيا للشباب في مدينة الطائف السعودية، مباريات البطولة التي شهدت الكثير من الإثارة والمنافسة على التأهل من مرحلة المجموعات. تأهل المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي إلى المباراة النهائية، فمن سيتوج باللقب؟ المباراة النهائية لبطولة الديار العربية غرب آسيا للشباب تشاهدونها على شاشة ومنصة قناة المهرية. السعودية في مواجهة الإمارات اليوم في تمام 9 مساء، يسبقها الاستوديو التحليلي.